السلام عليكم. منذ اجتياح الميليشيا للمدن إبان الانقلاب، اختارت مدينة تعز خيار المقاومة في الوقت الذي اختارت فيه مدن أخرى التعايش معها أو تجنب شرها كما كانت تريد. هذا الخيار كلف مدينة تعز فاتورة باهظة من شبابها وأمنها واقتصادها وسكينتها العامة، لكنها تمكنت من كسر شوكة الميليشيا وكسر الحصار المفروض لسنتين ودحر الميليشيا من العديد من المناطق. إزاء هذا كله كان موقف الحكومة الشرعية والتحالف ضعيفا تجاه تعز وتضحياتها الكبيرة، فلا دعم عسكري محرز ولا ميزانية تشغيلية للمحافظة ولا حتى الاهتمام بملف الجرحى كما يجب. مراقبون يرون أن الإمارات والمملكة العربية السعودية تريد لتعز أن تظل هكذا، لا منتصرة مثل مثيلاتها في الجنوب ولا مهزومة كونها محاذية لعدن ولحج ومضيق باب المندب الاستراتيجي. وأمام هذه الحسابات يدفع المدنيون في تعز ثمن الكرامة وتبني مشروع استعادة الدولة. إلى جانب هذه الحسابات الكبيرة لأصحاب القرار تبرز مشاكل كبيرة أيضا تتعلق بملف الخدمات والسلطة المحلية ودمج المقاومة وكل ما يتعلق بهذه الملفات من أسلاك شائكة. ما الذي يحدث في تعز؟ وإلى متى ستظل ورقة ابتزاز ومناورة هذه المدينة ورقة ابتزاز ومناورة من قبل الطرفين؟ وماذا عن المحافظ المنتظر؟ هل ستستمر وعوده بالعودة إلى المحافظة كما يعرفها أبناء تعز؟ وماذا عن الجماعات المتطرفة في المدينة؟ هل هي مدعومة من أطراف كبيرة؟ أو ما هو سر قوتها في تعز؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا الكرام وغيرها سنطرحها في المساء اليمني على ضيفنا في الأستوديو الأكاديمي في جامعة أدنبرا نابير البروفيسور أحمد الدبعي. ومساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور. كما سينضم معه آخرون. إذن أستاذ الدكتور أحمد، يعني قبل أن نبدأ بحوارنا في هذه الحلقة دعنا نذهب نحن والسادة المشاهدين لمشاهدة هذا التقرير. تحت هذه الجبال تنام تعز وتستيقظ، ومثل هذه الجبال تبدو أثقال الزمن على صدر هذه المدينة التي زرعت أنفاسها في رئة الحرية وتحت ضلوع المقاومة فحاولت كل الأنظمة كسرها. أكثر من عامين على انطلاق عاصفة الحزم لاستعادة الدولة المخطوفة، عامان وأكثر هي أيضا عمر الجريمة التي تتراكم على مدينة تعز وترسم معالمها على هذه المباني المدمرة وأرقام الضحايا التي ترتفع يوما بعد آخر، فيما المناطق المحررة من المدينة لا تزال مسرحا لاشتباكات عنيفة بين الفصائل المختلفة المحسوبة على المقاومة. تعز المأساة المركبة الواقعة بين ثنائية الاجتياح والخذلان، لا عناوين واضحة هنا ولا إجابات لما تريده ميليشيا الحوثي من قصفها المستمر على تعز، ولا الثمن الذي يجب أن تدفعه ليرضى عنها التحالف والشرعية من أجل خلاصها. فهل أصبحت تعز بوابة للأقطاب المختلفة والمتصارعة وحلبة للخصوم لتصفية حساباتهم؟ 20 ضحية من المدنيين النازحين بين قتيل وجريح جراء 3 غارات لطائرات التحالف التي استهدفت تجمعهم في مديرية موزع، فيما قيادة الميليشيا يتجولون في مركباتهم وعلى الزوارق البحرية بحرية وأمان. يعود السؤال مرة أخرى، لماذا انطلقت عاصفة الحزم في اليمن؟ أم من أجل إنقاذ اليمن وشعبه، أم لتكريس وتقاسم الجرائم والضحايا مع ميليشيا الحوثي وصالح؟ إذن دكتور، لو بدأنا معك بقراءة إجمالية للمشهد اليمني بشكل عام والمشهد في تعز بشكل خاص، كيف يمكن لنا تناوله؟ بداية أشكر قناة بلقيس لتحتي الفرصة للإدلاء برأيي بما يخص الملف اليمني في الآونة الأخيرة. كما تعلمون منذ بداية عاصفة الحزم في 2015 في مارس 2015 استبشر كثير من اليمنيين أن هناك تدخلا عربيا قادما لليمن لإعادة الشرعية وإعادة الرئيس عبد الرب منصور هادي للسلطة، وتمكين الدولة من القيام بمهامها في كافة محافظات البلد. ولكن كانت البدايات إلى حد ما مبشرة، لكن بعد ذلك تفاجأ اليمنيون بأن العمليات العسكرية التي شهدتها اليمن لا يوجد فيها تنسيق بشكل كبير مع الحكومة الشرعية. نحن نتابع الموضوع. قبل يومين تحدث الدكتور أحمد عبيد بن داغ رئيس الوزراء وواعدنا اليمنيين بأن هناك غرفة عمليات مشتركة ستكون بعد 3 سنوات، وهو أمر مضحك للأمانة. يعني فتصوري أن تكون هناك معركة تدار في الجمهورية اليمنية والحكومة اليمنية ليست لها غرفة مشتركة مع السعودية والإمارات ودول التحالف. نعم. هذا يلخص
القصة بالكامل، أي أن هناك تحالفا ذهب لليمن بدون خطة استراتيجية وبدون خارطة طريق واضحة المعالم. البلد اليمن بلد معقد، فيه جراحات لم تندمل منذ عقود، وفيه مشاكل متعددة اقتصادية واجتماعية وما إلى ذلك. ذهب التحالف إلى هناك بدون أي مشرفين أو مستشارين في العلوم الإنسانية والاجتماعية والمخططين الاستراتيجيين، بحيث أنه هذا التحالف يستطيع فعلا تغيير الأمور على الأرض لصالح إعادة الدولة. كانت مشكلة اليمنيين أن هناك انقلابا في البلد، ثم تفاجأ اليمنيون بأن هناك انقلابات وليس داخل الانقلاب، انقلابات داخل الانقلاب. ما هي هذه الانقلابات؟ هناك كما أسلفت بداية الأمر وقلت أن هناك لا يوجد تنسيق بشكل واضح مع الحكومة الشرعية، مما جعل 30 مليون يمني يعيشون تحت حصار خانق. هذه المشكلة، مشكلة التنسيق، يعني والحديث عن غرفة مشتركة بعد 3 سنوات، هل هي يعني خطأ الحكومة أم خطأ التحالف؟ على من يمكن أن نلقي اللوم؟ الخطأ في رأيي الحكومة اليمنية تتحمله بالدرجة الأولى، والتحالف كذلك. الحكومة اليمنية أعطت التحالف مساحات لا سقف لها، بحيث أن هذه المساحات مكنت التحالف من التوغل في الأراضي اليمنية برا وبحرا وجوا مقابل لا شيء. نحن نرى أن يعني مثلا ذهبت دول التحالف وساهمت في تحرير مناطق في اليمن، خاصة المناطق الجنوبية، لكن لم نرى ثمة تحسن هناك أو مناطق مثالية. حتى نستطيع أن نقول عاصمة العاصمة المؤقتة لم يستطع رئيس الجمهورية بنفسه العودة إليها، فعلينا أن نتخيل ما هي جودة الحياة التي جذبها التحالف للمناطق المحررة. الحكومة اليمنية لم تستطع تقديم الخدمات بسبب أن هناك لا يوجد دعم لوجستي، ودعم كما أتابع الأمور مع بعض المسؤولين اليمنيين، لا توجد خطة عمل لإدارة المناطق المحررة وتمكين الحكومة اليمنية من الشغل وتقديم الخدمات للناس. نعم، هل يمكن أن نقول أن الحكومة سلمت البلد للتحالف دون مراجعة لأعمال التحالف خلال عامين، ونحن الآن في العام الثالث ربما؟ يعني هل إذا ما خرج التحالف عن الخطط أو عن الأهداف التي رسمها لم نجد الحكومة يعني تتحدث، لم نجد الحكومة يعني تصدر بيان، يعني أي شيء حتى على مستوى هذا الدعم الذي تتحدث عنه لم نجد الحكومة تتحدث عن نقص في الدعم؟ ربما كان حوارات بسيطة من قبل المسؤولين، ولكن في كل مرة يظهر فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء ما زالوا يقولون الشكر الجزيل لأداء التحالف. دعيني، الخطاب الإعلامي الحكومي خطاب بائس. أنا أتابع الخطاب الحكومي، خطاب بائس لا يليق بحكومة حقيقة. ما زالت الحكومة اليمنية تقدم نفسها كحكومة منفى بائسة، لم تستطيع أن تتواجد إعلاميا حتى عندما في المناطق التي لا تتواجد فيها. يجب أن يكون لها خطاب مقنع للناس، لماذا لا تتواجد؟ ولماذا لا يمكنها تنفيذ المشاريع؟ ومن هو المعرقل في ذلك؟ لكن الناس ينتظرون من الحكومة لأكثر من سنتين كي تتحدث، والحكومة مجرد أناشيد وطنية على التلفزيونات لا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع، والشعب تائه. أنا أتابع اليمنيون ماذا يكتبون في صفحات التواصل الاجتماعي وعندما يتواصلون مع الإعلام. الشعب يشعر بيأس شديد من الحكومة اليمنية، ويرى الآن في التحالف صار مشكلة ولا يرى في التحالف حل. وهنا تكمن الخطورة، ولذلك أحب أن أوصل رسالة إلى التحالف وإلى الحكومة اليمنية بأن الأمر في شدة الخطورة الآن. 30 مليون يمني الآن يشعرون بأن التحالف بأخطائه أيضا المتكررة في ضرب العمليات المدنية وفي قصف المدنيين وقصف منشآت لا يمكن تبرير ذلك القصف، جعل من التحالف الآن كوم جبالا من الشكوك حول التحالف نفسه. هل التحالف العربي أتى إلى اليمن ليعين الشعب اليمني لإكمال ثورته
ولإكمال ولإعادة دولته أو السلطة إلى الحكومة الشرعية، بحيث تمضي الحكومة الشرعية قدما نحو إكمال المهمة الفترة الانتقالية والذهاب نحو استفتاء دستوري ثم انتخابات واستحقاق كي تستقر اليمن، أم أتى التحالف لصناعة يمن جديد، لصناعة يمنات؟ ربما نحن الآن نتحدث عن تحالف عجيب يقدم لنا استراتيجية مختلفة تماما عن رؤية الحكومة في الجنوب مثلا، و هناك تحالف في الشمال ما زال ماكثا في نفس دائرة الدوائر العسكرية السابقة أو المواقع العسكرية منذ سنتين، لم يتقدم بذلك الشكل المطلوب. فنحن نتحدث عن تحالف يتعامل مع يمنيين أو أكثر. نعم، إذن يعني ربما هذا رؤية عامة للمشهد بشكل عام دكتور أحمد، لكن لو يعني وضعنا زوم وقربنا الصورة أكثر إلى مدينة تعز، يعني تتحدث أنت عن تخبط للتحالف، تتحدث عن ضبابية رؤية، تتحدث عن صمت للحكومة، ربما هذا أصاب الجمهورية اليمنية بشكل عام، ولكن الذي أصاب تعز أضعاف مضاعفة. نعم. من هذا الأسى كيف يمكن أن نقرأ المشهد في تعز؟ للأسف الشديد تعز تحملت أكثر من غيرها. تعز هي بدأت كصانعة لثورة 10 فبراير، قدمت تضحيات كبيرة في تلك الثورة في بدايات الثورة، وما زالت وهي تضم أكبر تجمع سكاني في الجمهورية اليمنية، وهذا شيء معروف. وهي تبحث عن وطن منذ فترة، وتبحث عن وطن يتسع للجميع، تستطيع تعز أن تقدم فيه ما يمكن تقديمه لكافة المحافظات بإمكانياتها البشرية الهائلة، ولكن خذلها التحالف وخذلتها الحكومة. تصوري محافظ تعز حتى الآن يعني لم يستطع العودة للمحافظة، 4 مليون إنسان في محافظة لا يوجد فيها محافظ، ولا يوجد فيها مجلس محلي يشتغل بشكل صحيح، ولا توجد فيها ميزانية تشغيلية، ومحاصرة حصارا شديدا، وقذائف تدكها من جميع الجهات. إلى أين؟ كنا استبشرنا بقدوم القوات التحالف العربي إلى غرب تعز، ثم توقف ذلك التحالف في المخا، وكأن الأمور من بعده لا تعني، وكأن الشاطئ أهم من الإنسان، وكأن الميناء أهم من 4 مليون إنسان يمني، وكأن الأسماك في المخا أهم من الإنسان اليمني في تعز. لم نستطع نفهم الأمور إلا أن هناك تخبطا كما قلت في بداية الحلقة، أن هناك تخبط واضح للتحالف العربي. الحكومة اليمنية تتحدث عن شيء، والتحالف يتحدث عن شيء آخر، وبدأت أمور تتسرب للإعلام العالمي، أنا أتابع الصحافة العالمية بشكل عام، أن هناك مخططا لسلخ المخا أيضا من تعز، وأن هناك الآن قواعد عسكرية في المخا وفي جزيرة ميون وفي هناك وهناك. هذه الأمور أنا متأكد تماما بعلاقاتي الشخصية مع بعض المسؤولين أنها تمت بأحادية من الطرف الإماراتي، لأن أكون دقيق يعني. نعم، لكن هل يمكن أن يتم هذا الأمر يعني دون رغبة أو موافقة السعودية؟ هل يعقل يعني وهي قائدة التحالف؟ يعني إذا مثلا التحالف مكون من عدة دول، إذا يبدو لي إحدى الدول خرجت عن المسار يعني هي إما هي هناك قراءتان، إما القراءة الأولى وهي أن السعودية يهمها بالأساس في اليمن المناطق المحاذية الحدودية لها. لها. نعم. وهي المناطق التي يمكن لصواريخ الحوثي وعلي عبد الله صالح ان تصلها، ان تصل للاراضي السعوديه. قضيه تعز بالنسبه لها قضيه هامشيه، وهناك من يقول ان قضيه تعز هي قضيه استنزافيه يستفيد منها التحالف، بحيث انه جعل كثير من قوات علي عبد الله صالح والحوثي تقف هناك في تعز ولا تتحرك باتجاه الجنوب او الشمال او شمال الشمال. وهذا من الناحية العسكرية التكتيكية يعني يصب في مصلحات مناسبة للتحالف. وهناك أيضا قراءة أخرى تقول أن هناك تقاسما بين الإمارات والسعودية. السعودية تتولى سياسات ما بالوساط تعز ضمن المساحات التي أعطيت للإمارات لتتصرف فيها، ومناطق صعدة وصنعاء وعمرة والمناطق الثانية والمارب والجوف هي المناطق السعودية، بحيث أن السعودية لها خبرات واسعة في التعاطي مع القبائل في شمال الشمال. نعم. لا ندري حقيقة ما يجري، لكن ما أريد أن أقوله أن هناك تخبطا واضحا، وأن السخط الشعبي في الجمهورية اليمنية بشكل عام
وفي تعز بالذات يتزايد يوما بعد يوم، لأنه شعر بالخذلان وشعر أن هناك تحالفا وحكومة لا تقيم وزن لهذه الكتلة البشرية الهائلة التي قدمت الكثير من التضحيات من أجل حماية المشروع الوطني في اليمن وحماية أيضا الأمن في المنطقة. نعم، إذا اسمح لنا دكتور أحمد أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ باسم الحكيم المحلل السياسي من تعز. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين قناة القصة الفضائية. أهلا بك أستاذ باسم. يعني تعز بين معادلة حضور الدولة والتحرير أيضا، كيف تقرأ الأمر من وجهة نظرك؟ الحقيقة تعز هي تدافع عن المشروع الوطني الجامع، هي تدفع ضريبة هذه الحرب، يعني المحافظة الوحيدة للافة الدمار والخذلان سواء من التحالف أو حتى من الشرعية، فهي تقاوم وتناضل من أجل مشروع اليمن الكبير. هي دائما يعني هي سباقة إلى كل مشروعات التحولات الاجتماعية والثورية على 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 مدى التاريخ، مدى التاريخ اليمني كله، وبالتالي هي الآن تدفع الضريبة يعني باهظة جدا بسبب هذا الخذلان وبسبب أنها يعني طموحة وتحمل الهم الوطني. تعز هي حاملة الهم الوطني، وبالتالي هي الآن يعني تقاوم رغم الخذلان، تقاوم على كل المسارات. يعني لو رأينا يعني هذه المدينة تركت وحدها يعني للذئاب الحوثية، ومع ذلك استطاعت منذ أول يوم المقاومة تتخلق فيها وتتشكل وتتوسع وتكبر حلقاتها إلى أن شكلت الأجهزة الأمنية في الحد الأدنى، واستطاعت أن تحرر يعني تتحرر داخل المدينة، ويعني ولأن هذه المدينة يعني طوال السنتين يعني يوجد فيها تراكم من الثقافة والمنظومة القيم والأخلاق والوعي لدى المواطن التعزي، استطاعت يعني نقول نسبة الجريمة ونسبة الاختلالات يعني مقارنة بحجم الوضع الذي صار في المدينة يعتبر يعني نسبة ضئيلة جدا. هذا مؤشر على أن هذه المدينة تسوق للسلام، تسوق إلى بناء الدولة، تسوق إلى 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 الانعزال من الاستبداد. نعم أستاذ باسم، يعني كيف تفسر أن الحكومة ربما يعني بعيدة تماما عن السلطة المحلية، لا تقدم لها الدعم المباشر ولا تتحدث أيضا، يعني وكأن تعز مقاطعة لوحدها، لا تتحدث عن المشاكل التي تحدث في تعز ولا تبادر لحلها، خاصة مع غياب محافظ المحافظة؟ يعني لنكون واضحين جدا انه الخطا الكبير الذي يعني قامت به الشرعيه منذ انطلاق عاصفه الحزم، ونحن كنا نقول دائما انه ينبغي ان تكون علاقه الشرعيه بالتحالف ليست علاقه التبعيه، بمعنى ان خيوط اللعبه لا تسلم بالكامل الى يد التحالف حتى لا يعبث بالمشهد السياسي والعسكري. كان يعني للاسف الشرعيه عند انطلاق عاصفه الحزم سلمت زمام الامور كلها للتحالف، والان العبث الحاصل يعني في تعز وعدم دعم هذه المحافظه، لان القرار العسكري وتحريك المعدات والعمليات العسكريه مرهون بقرار من التحالف، وبالتالي يعني ظهرت الشرعيه مكشوفه وغير قادره ان تقدم شيء لهذه المحافظه، لانه بالاخير مساله الحسم العسكري وتحرير هذه المحافظه مربوط بقرار من التحالف، والتحالف لديه حسابات كثيره فيما يخص تعز، واسباب كثيره حالت دون تحرير هذه المحافظه بسبب التباينات داخل التحالف نفسه. فيعني التحالف احد الاسباب الجوهريه التي يعني التي جعلت التحالف يعني يخذل تعز، انه هناك تطور لدى صانع القرار تحت التحالف، بمعنى انه تستخدم تعز كحائط مبكى وكورقه حقوقيه لانتخاب الضغوط الدوليه ضد عاصفه الحزم بسبب الاخطاء الذي يقترفونها ضد المدنيين عن طريق طياراتهم، وبالتالي ان تظل تعز يعني جريحه وداميه، هذا يخفف الضغط على التحالف في حاله ما اذا كانت هناك ضغوط من المنظمات الدوليه والاطراف الدوليه ضد اخطاء التحالف، لان تعز تقصف وتعز تدمر وتعز يعني تباد، وبالتالي هي حائط مبكى بالنسبه للتحالف لامتصاص هذه الضغوط وورقه حقوقيه للمقايضه مع اخطائه في الطيارات. اسباب اخرى كثيره من وجهه نظر التحالف، يعني الامارات دخلت طرف فاعل في التحالف، هي ترى ان تعز تمثل عمق جيوستراتيجي لليمن، وهي وهي الصمغ اللاصق من الشمال والجنوب، وبالتالي تحريرها سيمثل ارباك للمشروع الامارات في الجنوب، لان الامارات لديها مشروع واضح فيما يخص الجنوب، هي تشتغل ضمن مشروع الممرات المائيه والجزر، وبالتالي تحرير تعز سيمثل ارباك لهذا المشروع واحراج لتواجد الامارات في جنوب اليمن، لذلك بقاء تعز جبهه مشتعله يعطي فرصه وهامش مساحه للامارات لتتحرك في
يعني هي و... هل تتفق مع يعني ما يطرح بأن أيضا ربما تعز معركة هامشية بالنسبة للسعودية، خاصة أنها يعني ما يهمها هو شريط الحدودي بالنسبة لها، وتعز بعيدة عن تهديدها أو تهديد مصالحها مع ناسها؟ أنا في اعتقادي أنه 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 أن السعودية تدرك جيدا أنه بقاء الإثنا عشرية يعني أو المشروع الإيراني على حدودها يعني يمثل تهديد حقيقي، وحتى يعني من الناحية الاستراتيجية تدرك السعودية أن انفصال اليمن الشمال عن الجنوب يعني ليس في صالح المشروع السعودي، وفي بل هو يخدم المشروع الإيراني، لكن يعني حدث إرباح في الاستراتيجية السعودية في الملف اليمني بعد أن تولى محمد بن سلمان بعد التغييرات التي حصلت في داخل البيت السعودي في النظام السعودي، بمعنى أن طموحات محمد بن سلمان كبلت السعودية في المشهد السياسي اليمني لصالح النقود الإماراتي، يعني من قام بمسألة التسويق لدى الإدارة الأمريكية لأن يكون محمد بن سلمان ولي للعهد وسوق الانقلاب الذي حصل داخل المملكة العربية السعودية هو محمد بن زايد، وبالتالي كان الثمن الذي دفعته السعودية للإمارات هو إعطائها نفوذ وفي المشهد السياسي اليمني، لذلك الآن أصبح النفوذ السياسي في الإمارات في اليمن هو أكثر من النفوذ السعودي، وبالتالي هذا العبث الآن وهذا الارتباك في داخل التحالف نفسه وهذه المتغيرات التي حصلت هي تنعكس سلبا على المشهد السياسي اليمني، بمعنى أنه الآن إعطاء الدور أوسع للإمارات في ظل غموض استراتيجيتها في اليمن وفي ظل الخطوات الغامضة التي قامت بها في جنوب اليمن من خلال ترتيب الوضع بمؤسسات عسكرية تتبعها غرفة عمليات بمعزل عن الشرعية، هذا أربك الوضع وخلق وضعا أضعف الشرعية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، بمعنى الآن هناك ضغوط على الشرعية اليمنية بأنه جنوب اليمن خارج سيطرة الشرعية، يعني يتم الانقلابيين سوقوا هذا الموضوع بأنه جنوب اليمن الآن أصبح عمليا خارج سيطرة الشرعية والشمال تحت سيطرة الحوثي، بمعنى أي تسوية وأي مفاوضات قادمة سيكون وضع الشرعية اليمنية يعني صعب للغاية على اعتبار أنها لا تمتلك يعني ليس لها تواجد قوي على الأرض، لذلك نحن كنا نقول من بداية أن تحديد تعز سيمثل عمق استراتيجي وسيوفر منصة تهبط عليها الشرعية اليمنية، يعني في حالة إذا كان يعني الآن الرئيس يعني هناك مضايقات لعودة الرئيس لليمن ورأينا الإشكالية التي حصلت يعني وعند إقالة المحافظ، لو كانت تعز تحررت لكان أتيح للشرعية أن تهبط لتعز لتمارس مهامها وتستكمل التحرير التحرير اليمن مع ميليشيات الحوثي، لكن ظلت هذه المحاضرة جبهة مشتعلة خذلها الجميع والآن الجميع يدفع الثمن، يعني وأول من يدفع الثمن هو الشعب اليمني والشرعية اليمنية، لا يوجد لدى الشرعية اليمنية يعني سقف تفاوضي مرتفع في ظل ميزان القوة الآن الذي تشكل في الأرض بهذه الخارطة العسكرية المختلة. نعم، إذا شكرا جزيلا لك الأستاذ باسم الحكيم المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز تعقيبا على حديث الأستاذ باسم خاصة فيما يتعلق بوضع الشرعية في أي تسوية قادمة، يعني هناك من يسوق خاصة طرف الانقلاب أن الشمال بطرف الانقلاب الجنوب ليس بيد الشرعية، بالتالي لا يحق لها أو لا يوجد لها أرض للحديث عنها أو تواجد حقيقي، بعكس ما إذا لو كانت حررت تعز كنقطة انطلاقة مهمة بالنسبة للحكومة الشرعية. دعني أسمع منك تعليقك دكتور أحمد بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود إليكم. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى دكتور. اذا دكتور يعني كنا نتحدث عن فكره وضع الشرعيه فعلا الان، يعني الجنوب ليس بيدها تماما، الممرات المائيه كلها تحت اشراف الامارات، نعلم قصص السجون التي لا تعلم عنها الحكومه شيء، يعني لم تكن هي اصلا في سجن يعني مصغر، يعني لا تستطيع التحرك ابعد من المعاشيق. تعز لم تحرر، الشمال بيد الحوثيين، أين هي الشرعية عمليا؟ إذا كان ثم تفن تجيده الشرعية فهو فن إضاعة الأرض، إضاعة نفوذها على الأرض. بدأت الشرعية بارتكاب خطأ فادح في عدن بإقالة محافظ عدن السابق والأسبق نايف البكري، وجعل دول خارج أو سلطات خارج اليمن هي اللي تحدد من المسؤول في عدن ومن المسؤول في تعز ومن المسؤول. عندما أقدمت الحكومة الشرعية على هذه الخطوة
هي ذبحت نفسها. هل هي مسلوبة الإرادة لهذا الحد؟ هي الحكومة مسلوبة الإرادة إلى حد كبير بسبب نقص مواردها التي لم تستطع أن تديرها بشكل جيد. فمثلا على سبيل المثال المناطق المحررة، لعلمك يعني أغلب مصادر الدخل في البلد هي في المناطق التي يفترض أن تكون محررة أو بيد الشرعية، النفط والغاز ودافع الضرائب أيضا، يعني في تعز وما إلى ذلك في مناطق كثيرة هي في أيدي الشرعية. الشرعية استسلمت تماما للمكيفات في الرياض واسترخت تماما هناك، بحيث أنها لم تستطع أن تمتلك خيالا يدير أزمة في اليمن بحجم أزمة اليمن، بحيث أنها تستطيع أن تنمي الموارد المالية المتاحة في تلك الـ 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 الأماكن. اكتفت برواتب المسؤولين القادمة من هنا وهناك، ونست أن هناك 30 مليون يمني يعاني، ولذلك وجدنا الحكومة غير قادرة على تسليم رواتب الناس الموظفين لشهور عديدة، رغم أنها لو أدارت المناطق التي ذكرتها وأدارت البنك المركزي في عدن بشكل صحيح بشكل جيد، لكانت الدورة الدموية المادية والاقتصادية للحكومات ستدور وستدفق وستبدأ بالتعافي وستبدأ تشكل ارتكازة حقيقية للسيطرة على الأرض والاعتماد الذاتي على نفسها. لكن استسلمت خلاص أن هناك تحالف قادم عربي سوف يذهب ويقاتل بالنسبة بالنيابة عنها، ثم يسلمها مفتاح الجمهورية اليمنية بعد سنة أو سنتين ليعودهم للقصور. التاريخ البشري لم يقل لنا أن هناك حكومة مكثت 3 سنوات أو أكثر في الخارج، وأن المحرر الآخر سيسلمها مفتاح التحرير. هذا لم يحصل في كوكب الأرض لحد الآن. قد يكون حصل في زحل أو في كوكب أخرى لا أعرف، لكن في كوكب الأرض أنا كمتابع جيد لكوكب الأرض لا يوجد هذا النموذج هذا غير موجود. أصحابنا لحد الآن واهمون، يعني يظنون أن هناك تحالف عربي سيذهب وسيخسر المليارات. واهمون يعني دعنا نتحدث بصراحة. نعم. دكتور، يعني هل هم فعلا واهمون أم أنهم يعلمون جيدا أنهم مسلوبي الإرادة، فبالتالي لا يعني أخذوا مقاعد المتفرج لينظروا ما هي النهاية فقط؟ أنا قلت كلمة واهمين من باب يقول الإنجليز give him the benefit of the doubt، يعني أعطهم فائدة الشك. لكن أعتقد أن الحكومة كما حكيت أنه الحكومة اليمنية يعني غير قادرة على امتلاك خيال لإدارة أزمة حتى الآن، مش قادرين يفهموا أنه الوضع الإنساني يتراكم بشكل مقلق، وأن هناك ينبغي أن يقولوا للتحالف في فترة ما في أوقات ما لا، هنا أنتم أخطأتم. هل لديهم هذا الحق؟ هل لديهم هذه الصلاحية بقول الله؟ وجدنا قرارات لهادي مثلا بإقالة بعض المحافظين على غير رغبة بعض. نعم. هو تحرك على الأرض لحد ما، لكن نريد من الرئيس هادي أن يقولها بشكل أوضح. الرئيس هادي لا يوجد شيء يخاف عليه ليفقده الآن، الأمور في غاية السوء الآن، حتى شعبيته على الأرض هناك تتدهور بشكل كبير. الآن نحن نطالب الرئيس هادي بأن يتخذ قرارا جريئا وشجاعا، وحتى يدعو لإيقاف الحرب الآن. أنا من وجهة نظري الآن أن الحرب في اليمن أخذت الشعب اليمني إلى إلى بؤس شديد، إلى وضع إنساني في غاية السوء. لا توجد خارطة طريق لما بعد الحرب. إذا ما أعلن إيقاف الحرب ما الذي سيحدث؟ هل سيتوقف جميع ينبغي أن أم تقصد فقط التحالف؟ هو أعطيت مساحة الحرب كل الإمكانيات، لكن حتى الآن لم أنا بوجهة نظري الشخصية يجب أن نفكر كيمنيين الآن بمرحلة إيقاف الحرب. إيقاف الحرب صارت بالنسبة لي أراها الآن أنها ضرورية، لأنها الآن نحن نتحدث عن مجتمع منهك تتقاسمه الأمراض. لكن المسألة ليست يعني بهذه البساطة، يعني ليس قرار من هذه سيوقف الحرب، يعني ربما تتوقف عملية التحالف، لكن ما يحدث في الأرض عملية لن يتوقف. هو ينبغي السلطة الشرعية ينبغي أن تراهن على الحل السياسي، ينبغي أن تقوي نفسها على الأرض. أنا كما قلت هي تفرط في 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 أمور في الأمور الأساسية، انسحبت من الجنوب وأصبحت لا تستطيع أن تعود بقوة إلى الجنوب. الآن يتحدث الدكتور بندور في عدن عن شراكة مع الميليشيات، لدرجة أن يعني شيء مضحك أننا نتحدث عن شراكة مع الميليشيات. لا أدري إلى متى سيستمر هذا الهراء هناك، لكن
هناك كما قلت في بداية الحلقة أن هناك تخبطا واضحا. الآن ينبغي أن نفكر بمسارات مختلفة، ليس مسار الحرب وحده هو الحل، إلا يعني لأن الحرب حتى الآن لم تمكن الشرعية من العودة إلى 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 صنعاء. لأن الحرب كما قال زميلي الحكيم بن تعز مثلا، قال أن من يمتلك الحرب الآن ومن يمتلك تشغيل الجبهات هنا وهناك هو التحالف، وليس والتحالف له رؤية أخرى تماما عن رؤية الحكومة، له سيناريو آخر، لا ينظر لما حدث في اليمن أصلا أنها ثورة وأن هناك ثمة استحقاق ثورية يجب أن يتم. هذا المقلق. نعم، إذا لو تحدثنا عن النخبة الأكاديمية السياسية في تعز، ما هو دورها برأيك في هذه الفترة الحساسة بالذات؟ أنا أطالب خاصة يعني ما يحدث في تعز، يعني في الداخل بين أفراد المقاومة أنفسهم، بين الشرعية نفسها التي يعني في تعز محلية بالذات. في تعز أنا أطالب الآن بتحالف واسع في تعز، أو لنقل مجلس محلي انتقالي كبير في تعز، نستفيد مثلا من التجربة التونسية التي ضمت ممثلين من النقابات والأحزاب والمنظمة المجتمع المدني، نريد على مستوى تونس، على مستوى حتى هناك تمت على مستوى المحافظات. ينبغي أن تتم في تعز، تعز قادرة أن تفرز ذلك الإجماع الوطني في حدوده حتى الدنيا، هناك أكاديميون في تعز تواقين لمعرفة لأي مبادرة يمكن أن تجمع ما يمكن جمعه في تعز، بحيث أنها تستطيع أن تجمع المقاومة والتيار المدني والسياسي بشكل كبير في الأكاديمي في تعز، بحيث أنهم يصيغوا رؤية لتعز ماذا يريدون. الآن أبناء حضرموت على سبيل المثال تقدموا بمجلسهم الحضرمي هناك ولهم رؤية، في الجنوب بغض النظر اختلفنا أو اتفقنا عن، لكن أحترم أن لهم مثلا رؤية واضحة في الجنوب. الآن في المناطق كتعز، الآن تعز تحتاج، هي لديها مشروع وطني كما قال، اتفق تماما مع الأخ الحكيمي أن مشروع تعز ليس لتعز فقط، هو مشروع للدولة بشكل عام، رئة وطنية تعز. فالآن المثقفين في تعز بدلنا البكاء على اللبن المسكوب كما يقال، ينبغي أن ينتقلوا خطوة للأمام. أنا دعوتهم أكثر من مرة وأتواصل مع بعضهم، بحيث أنه يحتاجوا في تعز إلى لقاء يجمع هؤلاء النقابيون والمفكرون والأكاديميون وقادة المقاومة، بحيث أننا نصيغ خطة استراتيجية لإدارة تعز في الفترة الحالية، وأيضا نتجه بالخطوات الأولى نحو إعلان إقليم الجند، وأخواننا وأشقانا في إبسا يساعدون في لاحقا. لكن حتى الآن تعز مغيبة تماما، مرتبكة تماما، المحافظ يقول لنا سأعود الأسبوع القادم، الأسبوع اللي بعده لم يقل بشكل واضح لا أستطيع العودة، وأنا دعوته أكثر من مرة قلت له قل لأبناء تعز لا أستطيع العودة وعليكم أن تفكروا يعني ببدائل. لماذا دكتور أحمد؟ يعني أنا أستغرب، يعني مثلا أنا لا أستطيع العودة، لا أستطيع أن أقدم شيء، لماذا أقدم استقالتي وأترك المجال يعني لشخص آخر داخل المدينة؟ يعني ربما استبشر الناس كثيرا بوجود المعمري داخل المدينة، ولكن ما إن تم التعيين يعني فترة معينة وخرج خارج المدينة. نعم. يعني أنا ألوم الآن الأستاذ علي المعمري وهو صديق شخصي، ألومه على يعني على سكوته. المفروض الآن يتحدث لأبناء تعز بشكل شفاف، يتحدث ويقول لهم أنا لا أستطيع العودة إليكم والشرعية تخلت عن دعم تعز، أنا أتابع مسألة الميزانية التشغيلية منذ سنة وأكثر لم يعطوني شيئا منها، وبالتالي لا أستطيع أن أكون محافظا لمحافظة للا شيء، للا شيء. أنتم في تعز فكروا بقيادة محلية في تعز وأديروا الأزمة هناك في تعز وحاولوا تخرجوا تعز إلى طريق أفضل مما هي عليه الآن. لكن الناس ساكتين كما قلت، المحافظ يعيدهم سأعود، والحكومة كل مرة نقول والحكومة وجهت بصرف ميزانية التعاون. يعني إذا ما تم يعني مثل هذا القول يعني وتم إعطاء السلطة المحلية وبقية المكونات يعني بإدارة تعز بحكم محلي بينهم البين، هل تتوقع أنهم قادرون على ذلك؟ ونحن نسمع
حتى الآن يعني ما يحدث من فساد، ما يحدث من تسابق على المناصب، ما يحدث من تسابق على حتى إيرادات الأسواق الشعبية. يعني الذي يحدث في تعز يعني كمنطقة محررة أو مناطق محررة يعني يؤسف المتابع، يعني يقول يعني نحن ننتظر أن نتحرر من الميليشيا اللي تأتي عصابات أخرى بمسميات ألطف ورسمية ربما. صدقيني حتى لو لندن أو باريس اختفت فيها السلطة لسنوات ستستمر الحياة بشكل طبيعي، لكن ستتعرض أيضا لمشاكل. ما أريد أن أقوله، هناك دولة مؤسسات نعم، لكن نحن الآن في اليمن فجأة وجدنا أنفسنا بلا لا سلطة ولا حكومة، وهناك حصار ومدافع تدكنا، وطيران التحالف يرتكب حماقات أحيانا، قتل 20 مدنيا في الوازعية وأباد أسرة بالكامل، شيء حقيقة يندلها الجبين. يعني وقوات الانقلاب نحن نتحدث عن أسلحة ذكية الآن، لا نتحارب بالمنجنيق الآن، نحن نتحارب بـ 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 بطائرات يعني تصيب السنتيمتر الواحد. نعم، ولم تستطع أنا رجل اتصالات أنا رجل اتصالات وأعرف ما معنى الطائرات F-16 و F-15 اللي تدوك الآن، تعز تدوك مزودة برادارات ومزودة بموجهات توجه لا تخطئ أكثر من 3-4 سنتيمتر في بعض الأحيان. نعم، وأغلب أخطاء التحالف إن يعني سميت أخطاء هي تأتي في تعز، وأخطاء هنا في تعز. أنا ألوم أخطاء التحالف التي تزادت من صنعاء، لا ليس فقط في تعز، أنا رجل يمني ويتهمون كل جغرافيا اليمن، لكن الآن في تعز نحن يعني نعاني أكثر من غيرنا من المحافظات الأخرى بشكل أكبر، لأنه نحن نتحدث عن أكبر كما قلت كثافة سكانية، ونعاني من يعني من جحود من الجنوب ومن الشمال. صارت تعز الآن هي في الحلقة في المنطقة الوسطى، في المنطقة الوسطى الشمال يرسل له قبائله ليقتل ما يقتل في تعز، والجنوب هناك لدينا جنوب ينكر حتى يمنيته الآن وينظر لأبناء تعز بأنهم قادمون ليلتهموا الجنوب فبقي أبناء تعز محاصرين بين هاتين الجهتين. الآن نطالب، أعود وأقول نطالب الحكومة بأن تتحدث بشكل مباشر للناس في تعز، لماذا قصرت وماذا سيجب أن تفعل في تعز؟ ماذا عن تغذية التطرف في تعز لمصلحة من يأتي ذلك دكتور أحمد؟ والله للأسف الشديد أنا تابعت يعني ملف التطرف في تعز. تعز مدينة سلمية مسالمة مدنية، يعني لم نسمع بتطرف من قبل في تعز ولا تواجد لميليشيات دينية متعصبة وما إلى ذلك، لكن في الفترة السابقة وجدنا بعض التيارات المتشددة تدعم من أطراف التحالف لنكون واضحين. هذه الأطراف الآن صحيح أنها تقاتل في يعني الحوثيين وعلي عبد الله صالح في تعز، لكن أيضا ترتكب أيضا أنا سمعت أنها ارتكبت في منطقة الكدحة وهاجمت قرى وهاجمت بيوت لناس مدنيين. الدولة الآن عندما لا تتواجد في تعز، أنا هذا ما أريد أن لو استمر غياب الدولة في تعز وغياب السلطة في تعز سنتجه إلى حماقات لم نعهدها من قبل. ليس فقط التيارات المتشددة، سيتقاتل الناس، لأن غياب الدولة الآن يعني فتح الباب على مصراعيه على مشاكل لا يمكن حلها لاحقا. إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الحكيم شرف الرئيس الدوري للقاء المشترك بتعز. مساء الخير أستاذ عبد الحكيم. أهلا وسهلا يا مساء النور. أهلا بك. كونكم يعني أحزاب أستاذ عبد الحكيم، يعني ما هي رؤيتكم فيما يتعلق بملف تعز في معادلة حضور الدولة والتحرير؟ والله بالنسبة لتعز هنالك إشكاليات كبيرة، هذه الإشكاليات تتمثل في كثير من القضايا اللي هي قضية الجانب الأمني بدرجة رئيسية، إضافة إلى كثير من الملفات أو من الجوانب الأخرى اللي هو جانب صحي، إضافة إلى جانب يعني المخلفات والقمامة الموجودة والمنتشرة، إضافة إلى الأمراض اللي أيضا هي موجودة في إطار المحافظة وبشكل كبير. يعني هذه كلها مجتمعة يعني أصبحت عائق أو تمثل عائق كبير بالنسبة لأبناء تعز، إضافة إلى الجانب الأكبر الذي هو توقف الرواتب من فترة طويلة أي ما يقارب 10 أشهر، وهذا أثر تأثير كبير على كل الجوانب المعيشية في تعز.
نعم، يعني دعنا نتحدث بشكل أوسع، نعلم هذه الإشكاليات التي هي ربما ناتجة عن حضور الدولة، عن تأخير التحرير، يعني ما هي رؤيتكم لمثل هكذا وضع، يعني حضور الدولة الفعلي، السلطة المحلية ودورها مسألة تحرير تعز؟ حضور الدولة فعلية، طبعا هناك ضعف الآن نتيجة الحالة الاستثنائية التي تعاني منها تعز واللي تعاني منها البلد بشكل عام. أعتقد هناك حالة استثنائية التي هي حالة الحرب يعني. نعم. إضافة إلى كثير من الأمور التي هي يعني أصبحت يعني عائق أمام تفعيل مؤسسات الدولة. وأي دولة من الدول لا يمكن أن تنهض إلا بتفعيل مؤسساتها. طبعاً نحن في تعز نتمنى من الجهات المعنية، من الجهات الرسمية، من الحكومة يعني أن تعمل جاهدة على مسألة تفعيل مؤسسات الدولة، لأنه بدون تفعيل مؤسسات الدولة تصبح الأمور كلها لا تحمل الطابع الشرعي أو الطابع الرسمي، وإنما تسوده من اتصالات الفوضى. نعم، هناك من يتهمكم كأحزاب أستاذ عبد الحكيم بإعاقتكم لهذا الحضور ولتفعيل مؤسسات الدولة، يعني ما هو دوركم أنتم كأحزاب، يعني لم تكونوا أنتم الحامل السياسي لحضور الدولة والمساند لها، يعني ما الذي عليكم أن تقوموا به؟ نحن التقينا، عقدنا سلسلة من اللقاءات كأحزاب سياسية أو كأحزاب سياسية مع السلطة المحلية وسلطتي الأمنية والعسكرية من أجل الخروج بهذا الوضع المأساوي اللي موجود في داخل المحافظة. نحن نعمل كأحزاب سياسية على دعم مسار استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها، وندعو أيضا للحشد الجماهيري الشعبي المطالب بإعادة مؤسسات الدولة وتفعيلها على أساس أن تمشي الأمور بشكل جيد. لكننا لم نرى هذا الدعم حتى الآن أستاذ عبد الحكيم، يعني لنكون اتفقنا في هذا الجانب. نحن والأحزاب السياسية، معظم كثير من الأحزاب السياسية والسلطة المحلية والسلطتي الأمنية والعسكرية، وكان في معانا لقاء تقريبا قبل يومين. هذا اللقاء يعني تكرس لمثل هكذا قضايا. أيضا يعني نحن الآن نعمل على دعم توجه سياسي لتشكيل اصطفاف وطني عريض يضم مختلف الطوائف السياسية والاجتماعية في المحافظة، وعلى أساس أنه هذه الطوائف السياسية تقوم بتحمل مسؤوليتها على أكمل وجه، ويكون هنالك توجه يتم من خلال هذا التوجه إخراج المحافظة مما هي عليه. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحكيم شرف الرئيس الدوري للقاء المشترك بتعز، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. عودة أخيرة لك دكتور أحمد، يعني لو أردنا أن نلخص نقاط معينة على الحكومة الشرعية أن تقوم بها، على الأقل يعني يشعر أبناء تعز أن هناك حكومة وأن هناك دولة خرجوا لأجلها يوما ما. في تعز بوجهة نظري أول خطوة يجب أن إعادة المحافظة لتعز. المحافظ يجب أن يكون في تعز حتى لا يكون فراغ سلطوي في تعز. يجب أن ترافقه ميزانية تشغيلية ولو بحدودها الدنيا، كما ذكر الأخوة من تعز يعني الأمور الصحية والأمور صارت في بالغ السوء. نعم، فهذه الأولويات الآن. الأولوية الأولى هي ميزانية تشغيلية في تعز وعودة المحافظ. أعتقد أن كثير 80% من مشاكل ستختفي بمجرد أن هناك سلطة تستطيع أن تدفع رواتب للناس، تعيد العمل للبلدية في تعز، وتعيد خاصة المحاكم والقضاء، لأن أنا حتى علمي الآن أن هناك بعض الميليشيات لها سجونها الخاصة، وأصبحنا نعيش كطالبان الآن أو كقندهار. تعز الآن تحتاج إلى سلطة. مرض نعم، تعز الرئيسي هذه يعني نعم. التطرف الموجود، يعني هذا الدعم المتواصل له، كيف يمكن التخلص من اثار التطرف الذي يعني هي تعد يعني ابرز المدن اليمنية مدنية؟ التطرف عدوه الحقيقي هو القانون. القانون عندما يتواجد بسلطة قادرة على حماية القانون، لا نريد محافظ ياتي الينا بدون قوات امنية وما الى ذلك. المحافظ يجب ان ياتي معه قوة لتطبيق القانون. عندما يوجد قانون ستختفي كل هذه الترهات. نعم. الاحتقانات ستختفي،
والمساحات التي تتمتع بعض الميليشيات الآن بها كما قلت بدأت ببناء سجون خاصة وقضاء خاص وما إلى ذلك ستختفي بمجرد أن هناك هيبة دولة وهيبة قانون، ستختفي كل هذه الأمور في تعز. خاصة نحن نتحدث عن تعز، أتذكر من السبعينات وأبناء تعز إذا كان حاملا لمسدس يحمله عبر رخصة رسمية، هذا الكلام في 78 أتذكره جيدا. فما بالك الآن الناس تواقين لعودة الدولة، يريدون أن يروا حكومة، يريدون أن يروا محافظا يخاطبهم. صحيح. إذا شكرا جزيلا لك بروفيسور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، نتمنى أن تصل رسائلك لمن يهمهم الأمر. الشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.